والمقالات من صحيفة الانتباه وحروف ونقاط مع الكاتب الصحفي النور أحمد النور، والتي جاءت بعنوان الفجوة بين المواطن والسلطة. يستهل النور زاويته بالقول: عكست الاحتجاجات الأخيرة في نسختها الأولى المرتبطة بالمطالب توفير الخبز والوقود والدواء وجود فجوة كبيرة بين السلطة والشعب، حيث تعزز الشعور لدى المواطن بأن همومه ومعاشه وخدماته هي آخر اهتمامات الحكومة بسبب ضعف حساسية بعض المسؤولين تجاه قضايا الناس. يضيف الكاتب أيضا: جمعتني الصدفة مع نخبة من الضباط الإداريين المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم متجولين في الأقاليم والمحافظات، وكان القاسم المشترك قلقهم من وجود فراغ دستوري في البنية التشريعية على مستوى الحكم المحلي وافتقار 189 محلية بالولايات لمجالس تشريعية منتخبة. يتابع النور فيقول: يعتقد هؤلاء الخبراء أن غياب المجالس التشريعية في منظومة البناء المؤسسي بالمحليات يعني وجود خلل واضح في البناء الدستوري للحكم المحلي، ويرجعون ضعف الخدمات والفجوة بين المواطنين والسلطة إلى غياب هذه المجالس وتسييس الحكم المحلي. يضيف الكاتب النور فيقول: المبادئ الأساسية التي يرمي إليها الحكم اللامركزي تقصير الظل الإداري للشعب وتوزيع الموارد بعدالة وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتوازنة، ولكن هناك ركنا مهما من هذه العملية ما زال غائبا، وهو الديمقراطية والشورى ودور المواطن في المراقبة والمحاسبة. فالأجهزة القائمة ديكورية، وبات الولاة ينتدبون من الخرطوم. يقول: والوالي يخشى حزبه ولا يعير اهتماما لمواطنيه ومؤسساتهم، لأنه يسترضي المركز القابض حتى يضمن استمراره في منصبه. يختم النور هذه الزاوية بالقول: المعضلة الأبرز في تحويل الحكم المحلي إلى مواقع للتوظيف السياسي والموازنات القبلية وهموم المواطن في آخر الأولويات. وزاد الأمر تعقيدا: إضعاف الضباط الإداريين وتغيب دورهم في الإدارة، فتحولت الولايات إلى مؤسسات سياسية وهياكل خاوية بلا فاعلية تبتلع كل الموارد، وبدلا عن تحقيق وفرات مالية لتحسين المرافق الخدمية بات المواطن يصرف على حكامه عبر حملات الجباية والمكوس وفرض الأتاوات.